اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية. عندنا لقاءات تمت ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وقاده الدول المشاركه في القمه العربيه الاسلاميه والامريكيه بالرياض، وطبعا اللقاء اللي تم ما بينه وما بين الرئيس الامريكي دونالد ترامب. نشوف جزء من التصريحات ونرجع نكمل حديثنا عن هذا الحدث من الناحية الاقتصادية. نحن نبني في الواقع علاقات متينة بين بلدينا، والشعب الأمريكي يقدر جيدا الشعب المصري، ونحن نشكر الرئيس السيسي على الجهود الاستثنائية التي قام بها في وقت كانت تمر مصر بظروف صعبة، واستطاع الحفاظ على الأمن هناك، ونحن نقدر ذلك ونهنئ الرئيس عليه. شكرا لك رئيس، وأنا بشكرك على إتاحة الفرصة اللي أعطيت ليك، والحقيقة بتعكس العلاقة الاستراتيجية بين مصر والأمريكا. هيبقى أمر سعيد جدا بالنسبة لنا في مصر كأنت رئيس إنك أنت تزور مصر في أقرب فرصة مرة تانية. أنا بطمنك فخامة الرئيس على مصر، مصر قادرة ومؤمنة ومستقرة جدا بفضل التعاون المستمر بين إدارتكم. نتطلع المزيد من التعاون من أجل استقرار هذه المنطقة الهامة. فخامة الرئيس نحن نحترمكم ونقدركم، ولكم شخصية متفردة قادرة على فعل المستحيل. So President, let me express our appreciation and respect, and let me say that you have a unique personality that is capable of doing the impossible. That's very interesting. I agree. Well, again, I want to thank you, and I will get to Egypt. We will. أود أن أشكر الرئيس وسوف أزور مصر قريبا، هذا لم يكن في جدول الأعمال لكنني سأدرك ذلك وأقدر هذه الدعوة كثيرا، ونحن الآن نملك علاقات متينة ورائعة مع مصر أكثر من أي وقت مضى. طيب هنشوف القمة العربية الإسلامية الأمريكية والتعاون. النهاردة احنا وصلنا لمرحلة عندنا كل الدول العربية والإسلامية مجتمعين، ويتفضل عندنا سؤال مهم عايزين نطرحه على ضيفنا وضيفكم النهاردة، الأستاذ محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار. أهلا وسهلا محسن. في البداية كده القمة، خليني أبدأ الأول بالقمة المصرية الأمريكية اللي تمت، قرايتك ليها إيه ومن التصريحات اللي صدرت والجو اللي كان حوالين هذا اللقاء بتحللها إزاي؟ شوف، هوصلها من الناحية الاقتصادية من خمس نواحي مش من ناحية واحدة. هوصلها أولا منها تأكيد واضح جدا على مسألة الدعم الاقتصادي أو العلاقات الاقتصادية الجديدة اللي هتتم بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين مصر. مسألة كانت واضحة جدا من الرئيس الأمريكي حتى في الاستعراض اللي حضرتك لسه كنا بنستعرضه من ثواني، مسألة إن العلاقات الجديدة والعلاقات القوية والمتينة بين مصر وبين الولايات المتحدة كحليفين، فهو أمر طبيعي جدا إن هو يكون في شكل من أشكال التطور في المناخ الاقتصادي. الأمر الثاني وهو الأمر الأكثر أهمية هي رسالة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن علاقتها بمصر هي شكل من أشكال الدعم للاستقرار في المنطقة، وده أمر بيدي رسالة مصداقية للجهود المصرية لتنشيط حركة المناخ الاقتصادي في الوقت الحالي، خاصة أن ده معناه ببساطة أن الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي أكبر اقتصاد على مستوى العالم بشكل تحالف أو حليف كبير بالنسبة للاقتصاد المصري، وده معناه ببساطة أن أنت لديك القدرة بالفعل على تنفيذ طموحاتك وتنفيذ استراتيجياتك خلال الفترة القادمة. العنصر الثالث وهي رسالة أتصور أنها كمان يجب أنها تكون معلومة بشكل أو بآخر، وهي مسألة أن تواجد الولايات المتحدة الأمريكية فيها تحالف او في شكل تنسيق للعلاقات مع مصر خلال هذه الفتره بيخلق نوع من انواع الدعم للاتجاهات المصريه للتعاون مع المؤسسات الدوليه، سواء بقى المؤسسات الولايات المتحده الامريكيه بتمثل الشريك الاكبر او المساهم الاكبر فيها زي صندوق النقد الدولي او البنك الدولي، او حتى بالنسبه لمؤسسات اخرى بيتم النهارده اعاده صياغتها واعاده تكوينها بشكل كبير. العنصر الرابع، انا اتمنى ان من نتائج لقاء النهارده والنتائج السابقه اللي كانت موجوده في زياره السيد الرئيس
الولايات المتحدة الأمريكية إن إحنا نبدأ نتكلم دلوقتي على اتفاقية تجارة تفضيلية مع مصر، مش تجارة حرة لكن تجارة تفضيلية بالنسبة لمصر خلال الفترة اللي جاية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وإن إحنا نبدأ نطور اتفاقية كويز. اتفاقية كويز اتفاقية جيدة ولكنها تحتاج الآن إلى معالجة نقاط الضعف اللي أثرت على مصر فيها واللي أضعفت من قدرتها على زيادة مساحة الصادرات للولايات المتحدة الأمريكية. ففكرة وجود اتفاقية تفضيلية في الوقت الحالي هو أمر في غاية الأهمية. العنصر الخامس اللي أنا أتمناه بقى خلال الفترة اللي جاية، اللي بيحصل في سواء في الزيارة الأخيرة الولايات المتحدة أو في اللقاء النهاردة بيأكد إن أنت عندك النهاردة فرصة إنك تزود التعاون مع الولايات المتحدة بشكل أكبر. وبعديها على طول كان في زيارة ضخمة من عدة وفود مصرية، سواء بقى الوفود الوزارية اللي حضرت اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أو الوفود اللي ذهبت بعد ذلك للزيارة في الولايات المتحدة الأمريكية بوجود وزير الاستثمار والتعاون الدولي الدكتور صحة نصر والوزير محمد عرفان، واللي ناقشت مع عدد كبير من المؤسسات اتفاقيات تم توقيعها خلال الأسبوع قبل الماضي، أو حتى الزيارة اللي تمت من مجتمع الأعمال المصري اللي هي بعثة طرق الأبواب اللي تمت منذ أيام قليلة. المجموعة دي كلها بتأكد إن أنت النهاردة عندك بقى فرصة إنك أنت ترجع بشكل أو بآخر الدور الاقتصادي الأمريكي داخل مصر، سواء بالنسبة لزيادة مساحة الاستثمارات، سواء بالنسبة لنقل التكنولوجيا، ودي نقطة حط حضرتك تحتيها 20 خط، وده اللي يمكن امبارح لاحظناه قوي في الاتفاقيات الاقتصادية غير العسكرية اللي وقعتها المملكة العربية السعودية مع الولايات المتحدة. ودي أتصور إنها رسالة بقى ستة بعيدة عن الخمس رسائل دول خالص. أمريكا النهاردة وهي بتتكلم في مؤتمر، من المفترض إنه مؤتمر سياسي أكثر منه مؤتمر اقتصادي، لكن على هامش ده هي بتخلق شكل جديد من أشكال العلاقات الاقتصادية. مش بس النهاردة هي بتخلق عمليات بيع لمنتجات، ولكن أيضا هي بتخلق شراكات، سواء من خلال الصندوق الجديد لتكنولوجيا المعلومات اللي بقى أصبح النهاردة رسميا أكبر صندوق على وجه الأرض، 93 مليار دولار، وهو الصندوق الأكبر من نوعه على مستوى العالم. العنصر الثاني هو مسألة نقل التكنولوجيا، اتفاقات جنرال الكتريك اللي وقعت أمس بقيمة 15 مليار دولار، جزء أساسي منها أن أنت عايز تنقل التكنولوجيا للمملكة العربية السعودية وتنشئ هناك مصانع جديدة. الأمر ده معناه أن في انفتاح النهاردة الولايات المتحدة الأمريكية أنها تعيد صياغة شكل العلاقات اللي هي بتقوم بيها مع الدول الشرق الأوسط. هو النهاردة يعني أنت لما تبص على السياسة الأمريكية من الناحية الاقتصادية وسياسة الإدارة الحالية والرئيس الأمريكي الحالي، هو مفيش حاجة اسمها شراكة أو تعاون تفضيلي، هو في استثمار ومكسب، يعني إيه وين وين ما بين الطرفين. فانت النهارده بتتكلم استثمار، انت بتتكلم على مكسب بالنسبه للطرف الامريكي واي طرف اخر في هذا الاطار، فهي عوده ولكن بفكر مختلف. خليني اقول لحضرتك ان افسر كلام سعادتك دلوقتي من منظورين مش منظور واحد. المنظور الاول هو مساله الطبيعه الاقتصاديه الامريكيه في مرحله ترامب. اولا السياسات واضح جدا ان سياسه امريكا اولا هي السياسه اللي خلاص اللي غالبه عنده، وهو النهارده بيلغي اتفاقيات التجاره الحره، وامس تحديدا كان هناك اجتماع ضخم لدول ايبك اللي هي تحالف المحيط الهادي، والاتفاقيه دي كان وقعها اوباما قبل ما يمشي بفتره قصيره، وكانت اتفاقيه التجاره الحره وكانت من اول الاتفاقيات اللي الغاها ترامب نهائيا. وامبارح كان من المفترض ان كان هناك محاوله لاعاده الولايات المتحده الامريكيه الى هذا الدور، ولكن مع الاسف تسبب المفاوض الامريكي اللي كان متواجد في تعنته الشديد جدا في توضيح احنا مش راجعين تاني لاتفاقيات التجاره الحره. فده معناه ببساطه ان انت النهارده محتاج بشكل او باخر ان انت تحط منهج مختلف تماما للتعامل مع الولايات المتحده. الولايات المتحده مش هتستخدم بس سياسات حمائيه، ولكنها هتستخدم سياسات انتقائيه. وده معناه زي ما حضرتك قلت بياكد كلامك ان انت النهارده وانت بتتعامل معاه عامله بمنطق المكسب المتبادل للطرفين، ان هناك تواجد كبير. ده منظور. لكن المنظور التاني بقى اللي انا ما اقدرش افصله بصراحه عن هذه الزياره وعن اللقاء النهارده مع رئيس عبد الفتاح السيسي او حتى عن السياسات الامريكيه في الفتره اللي فاتت، هو الطريقه اللي الولايات المتحده الامريكيه بتخشى منها مما يطلق على اسم الفراغ الاقتصادي. النهارده لو انت خرجت من دورك كقائد الاقتصاد العالمي وانتهكت سياسة حماية بمنطق بيصوروه النهاردة في عدد من الصحف الأمريكية زي وول ستريت جورنال وعدد من الصحف اللي عندها بالصور اللي هو رئيس ترامب بيتكلم عليه بينه وبين المكسيك اللي هيفصل بينه وبين المكسيك. النهاردة لو ده حصل هناك منافس ليس فقط قوي ولكنه راغب بشدة في استخدام كل الأدوات اللي سبق الولايات المتحدة الأمريكية استخدامها عشان يملى الفراغ اللي هي هتتركه، وهو الصين.
الصين النهارده عملت من اسبوعين، ودي من الحاجات اللي كان من الغريب انها لم تحظى هنا عندنا في مصر رغم تواجد وفد مصري في غايه القوه في هذه اللقاءات، عملت اول مؤتمر ضخم لطريق الحرير. طريق الحرير عشان الناس تعرف هو فكره صينيه لربط تجاري بينها وبين الدول الشرق اوسطيه ودول اوروبا. وهي هتستخدم كافة الوسائل الممكنة والغير ممكنة بكل الطرق وبكل الأدوات، بما فيها البنك الآسيوي للبنية التحتية، بما فيها 120 مليار دولار هتقوم بضخهم خلال الفترة الحالية، بما فيها اتفاقيات لإنشاء واستثمارات مشتركة، بما فيها تطوير هائل لعمليات اللوجستيات سواء النقل أو ربط الطرق أو عمليات إقامة مواني أو ما غير ذلك. احنا النهاردة بنتكلم على تعاون صيني ما بينها وما بين أكتر من 60 دولة على مستوى المنطقة بتحاول من خلاله أنها تعيد صياغة الأوضاع الاقتصادية والتجارية المبنية فيها. النهاردة هي بتدخل في دول زي كينيا وزي الجابون وزي دول من هذه المناطق بتنشئ فيها محطات لوجستية ضخمة ومواني ضخمة، وبتخش النهاردة عشان تعمل اتفاقيات لإقامة مراكز تجارية ما اقدرش اقول غير انها من الحجم التقيل، بتدخل النهارده السودان عشان تعمل فيها استثمارات كبيره. ده معناه ببساطه ان لو النهارده الولايات المتحده الامريكيه انسحبت بثقلها الاقتصادي من هذه المنطقه اللي بتعتبر محور العالم اقتصاديا، فده معناه ببساطه انها كانها بتترك الصين لان هي اللي تقود. هل تعتقد يعني ان الولايات المتحده الامريكيه والاداره الحاليه مش دريانه بهذا الموضوع؟ لا بالعكس، دريانه تمام. وعشان كده استراتيجيتها اتغيرت، واللي حصل امبارح والنهارده بيأكد تماما انها منتبهه جدا لده. بس هي مش عايزه تدخل في منطق المنافسه التجاريه، ولكنها عايزه تدخل بمنطق الحلفاء التقليديين. وده اللي النهارده حاولت انها تعمله في اللقاء اللي حصل مع سيادة الرئيس. ببساطه شديده، مصر دوله حليفه تقليديه، ولكنها لأسباب كثيرة أهملت من سنة 2008 لغاية النهضة، وأصبح هناك ضرورة لإعادة صياغة الدور الأمريكي في الاقتصاد المصري وزيادة مساحة الاستثمارات المشتركة وزيادة مساحة التبادل التجاري وزيارة مصر لإبراز الدور والاستقرار اللي متواجد فيه. عايز أسألك سؤال هنا، معلش أعذرني المقاطعة، هل أقرأ من موضوع طلبية القمح الأخيرة من أمريكا دي أي حاجة؟ هقراها من ثلاث حتت. هقراها اولا من ناحيه ان مصر بتنوع مصادرها، لان بصراحه احنا كنا بنعاني خلال الفتره اللي فاتت من مساله المستوى الجوده. امتى اخر مره كنا واخدين قمح من سنه تقريبا او من اكثر قليلا، لان كان مستوى القمح الامريكي كان اغلى واحنا كنا بنتجه لمصادر ارخص نسبيا، وكان استراتيجيه ان احنا مركزين على المصادر الاوروبيه كانت جيده. ولكن لما مصر رفعت نسبه البروتين في القمح ورفعت نسبه المواصفات المتعلقه بالارجوت والنسب اللي كانت موجوده، فضلنا ان احنا ننوع هذه المصادر عشان ضمان عدم زياده السعر علينا، فكانت الطلبيه الامريكيه الاخيره. لكن من المبكر الحديث عن ان العلاقات هتكون زراعيه فقط. انا من وجهه نظري الشخصيه ان احنا هنبدا نتكلم خلال الفتره اللي جايه في نوعين مختلفين تماما من الصناعات. افتكر ان احنا هنبدا نتكلم مع الولايات المتحده الامريكيه على صناعات توليد الطاقه باشكالها المختلفه، ومصر هتبدا خلال الفتره اللي جايه تروج لده بشكل واسع نطاق. احنا النهارده في تركيز حقيقي على مساله التنقيب على الغاز الطبيعي في الحقول العميقه، لكن انت لسه ما بداتش على التنقيب على النفط في نفس الاماكن، وده مسألة معناها ببساطة ان انت محتاج لمن يمتلك الخبرات من هذا النوع. والولايات المتحدة الامريكية بشركاتها انا اتصور انهم شركاتها موجودة، جزء كبير جدا من شركاتها بقى من هنا عندنا، بس انت محتاج اكبر اكتر كمان. الجزء الثاني بقى اللي انا متصور انه هيكون محور اساسي في عمليات التحالف في هذا الشكل هيكون النفط الصخري. مصر تمتلك مخزونات نفط صخري بتقدر بتريليونات من الاطنان، وده وفقا لتقديرات كثيره جيولوجيه. لكن فده معناه ببساطه انك انت محتاج خلال الفتره اللي جايه انك انت تبدا تستفيد من هذه المخزونات. مشكله حقيقيه اللي دايما الناس تتكلم معاك فيها، معناتها لازم يبقى في استثمارات تقيله وكبيره ومش بس قيمه رهيبه. مش بس كده، اهم من ذلك استثمارات قادره على انها تخفض تكلفه الاستخراج. لان تكلفه استخراج النفط الصخري لسه متفق غاليه بالتاكيد لغايه 60 دولار، هو متوسط سعر البرميل فيه 60 دولار في مقابل في متوسط الثاني النفط العادي 55. وانت دلوقتي عندك سعر برميل البترول قليل، يعني في حدود ال 50، في 55 52 في الليفل ده. فانت ببساطه محتاج من يمتلك هذه الخبره، فالولايات المتحده الامريكيه تمتلك ده. واقامه محطات توليد طاقه معتمده على النفط الصخري زي ما حصل في الاردن هو امر قد يكون من الامور اللي مصر هتركز عليها خلال الفترة.
الفتره اللي جايه. النقطه الثانيه ودي النقطه المهمه قوي اللي قد يكون عليها تركيز كبير، هو مساله ما يطلق عليه اسم تكنولوجيا مش عايز اقول انها الجيل الرابع من الثوره الصناعيه، ولكن اقول انها التكنولوجيا المتقدمه في العمليات الماليه والعمليات التكنولوجيه بشكلها العام، بدا بقى من بلوك تشين للمسائل اللي هي تخزين البيانات. وبمناسبه المتوقع لغايه 2020 ان العوائد اللي هتيجي من تكنولوجيا تخزين البيانات اعلى من العوائد اللي هتيجي من تجاره النفط. 2 نقل التكنولوجيا المتعلقه بالانتاج والجوده لمصر خلال الفتره اللي جايه، وده امر مهم جدا. العنصر الثالث هي المساله المتعلقه بما يطلق عليه اسم عمليات التبادل التفضيلي، بمعنى بس بالكلام اللي حضرتك بتقوله ده معناتها ان انت هتفضل متلقي، لا ان انت مستك التنافسيه بقى هنا بقى دي النقطه المهمه. دلوقتي انت عندك بعض الحاجات اللي تقدر انك انت تتحرك بيها تجاه الولايات المتحده. الولايات المتحده النهارده وهي بتفرض على دول زي المكسيك وكندا والصين رسوم جمركيه مرتفعه على منتجاتها اللي هتيجي، هتحتاج الى انها تحل محل هذه الواردات من دول تانية. اقامه صناعات داخل دول زي مصر في الغزل والنسيج، اقامه صناعات مكثفه خلال الفتره اللي فاتت بالنسبه لي عدد من الصناعات التانية، خاصه الصناعات المرتبطه بصناعات السيارات وبصناعات التكنولوجيه. مصر بتمتلك بمناسبه خبرات عاليه في هذا الملف، ولكن مشكلتها الحقيقيه انها تحتاج الى مزيد من التطوير ومزيد من الاستثمارات ونوعيات مختلفه من الاستثمار. احنا لغايه دلوقتي لسه بنتكلم في طبيعه الاستثمارات بتاعتنا على تكنولوجيا الجيل الثالث من الثوره الصناعيه، لكن النهارده العالم بدا يتنقل للجيل الرابع، مساله استخدام الروبوتس ومساله استخدام بلوك تشين، مساله استخدام حاجات كتيره قوي. الشيء بس المهم اللي انا يعني اتمنى ان هو يكون مفهوم عند الاداره الامريكيه، وده امر اتصور انه من الامور اللي يعني عليها علامه استفهام كبيره من وجهه نظري الشخصيه، ولكن هذا امر العالم كله بينظر اليه النهارده بعين الاعتبار. محدش هينكر ان احنا بنعاني من ازمه اقتصاديه عالميه، وهذه الأزمة ليها تبعات كثيرة، بس أنا من وجهة نظري الشخصية هذه الأزمة قد تتحول لأزمة مالية وليس اقتصادية ما بين سنة إلى سنتين، وده أمر يستلزم النهاردة مش بس التنسيق الاقتصادي ولكن أيضا التنسيق المالي. طيب ودي نقطة التنسيق مهمة، ده بقى هو ده اللي عايزين نتكلم فيه في الفقرة اللي جاية. هنطلع فاصل ونرجع نكمل مع الأستاذ محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، فخليكم في أسواقكم. اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية، ضيفنا وضيفكم الاستاذ محسن عادل نائب رئيس الجمعيه المصريه للتمويل والاستثمار. محسن بيك اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. قول لي اتكلمنا على مصر وامريكا والصين والاوضاع اللي في العالم، انما ما اتكلمناش عن الاستثمار والتبادل التجاري ما بين الدول العربيه والاسلاميه. شوف حضرتك المشكله الاساسيه اللي موجوده دايما في عمليه زياده مساحه التبادل التجاري بين النوع ده من الدول ما جايه من نتيجه ان تشابه المنتجات، بمعنى ان نتيجه ان النوع التكنولوجي اللي بيستخدم في اغلب الدول دي ما بيخليش عند حضرتك ميزه تفضيليه واسعه قوي قياسا بدول تانية. بتحصل في بعض الحاجات لكن مش بشكل متخصص، نتيجه ان اغلب التصنيع اللي تم في الدول العربيه والاسلاميه على مدار ال 25 سنه اللي فاتوا خلى الدول بتركز بشكل رئيسي على تلبيه الاحتياجات الاستهلاكيه الرئيسيه للمستهلكين عندها، لكن ما خلقتش بيها كم صناعات هائل او امكانيات انك انت تكون متفوق قوي قياسا بالصادرات اللي بتيجي من دول ثانيه. حتى مثال صغير، كازاخستان مثلا. كازاخستان تمتلك حجم هائل من الامكانيات التصديريه بالنسبه للمنتجات المصريه، بل مش كده وبس، بل انت تمتلك قدره هائله ان حضرتك تقدر تصدر لهم منتجات مواد بناء، منتجات متعلقه بالادويه هم محتاجين ده بشكل كبير جدا، تقدر تنقل خبرات مصريه بشركات مقاولات عشان تنفذ هناك مشروعات كبيره، هم النهارده بيعملوا توسعات هائله عندهم، تقدر النهارده انك انت تتكلم على انشاء مركز كامل مصري متواجد في منطقه دول اسيا الوسطى اللي هي كازاخستان واذربيجان واوزبكستان والمجموعه الموجوده هناك عشان تقدر حضرتك تنمي معدلات التصدير بتاعتك. لكن حقيقه الامر ان انت لغايه النهارده رغم الزيارات اللي اتكررت
في اكتر من دوله من الدول دي ما حلتش ثلاث مشاكل كبار بيواجهوك طول الوقت وانت بتصدر ليهم. اللي هم ايه؟ واحد، النقل. ما عندكش خطوط نقل واضحه لغايه النهارده. لما انت بتحاول تنقل للدول دي بتصدر من هنا لغايه تركيا، وتركيا هي الشركات التركيه اللي بتتولى عمليه النقل هناك، فده بيرفع عندك معدل التكلفه. وده محتاج خطوط، سواء نقل بحري او نقل جوي. هو موضوع خطوط النقل دي احنا اتكلمنا على الموضوع ده علشان الميزه التنافسيه بتاعتنا اذا جاز التعبير، اتكلمنا عليه في افريقيا، واديك بتتكلم عليه في موضوع كازاخستان والكلام ده كله. هنعالج الموضوع ده امتى؟ خليني بس اتنقل لسيد سفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجيه الاسبق والامين العام لاتحاد المستثمرين العرب. اهلا وسهلا بيك سيد سفير. قول لنا القمم دي ومشاركة رئيس جمهورية مصر العربية في مثل هذه القمم، هل حضرتك شايف ان من الناحية الاقتصادية ليها مردود علينا في ظل التطورات والأحداث التي تجري سواء الإقليمية أو الدولية؟ نحن في زمن دبلوماسية المطارات، الرؤساء يقابلون بعضهم لدقائق وساعات قليلة في المطارات، فما بالك أن تعطى الفرصة لرئيس مصر الآن أن يلتقي مع 50 رئيس دولة أخرى، وبالذات مع شقيقه ملك السعودية، ثم مع الصديق الجديد الرئيس الأمريكي. كل هذا لابد أن يسهل في النهاية عن مشروعات، عن اتفاقات تؤمن الأمن القومي المصري، تؤمن المصالح الاقتصادية، تسفر عن أشياء كثيرة لصالح هذا الشعب. ماذا وإلا يعني ما الذي يجعل الرئيس يذهب إلى الرياض ويقعد في حرارة 50 درجة إلا إذا كان هناك مصلحة لمصر وللشعب. طيب قول لي سيادة سفير، الطبيعي يعني إنما لما نيجي نبص على التبادل التجاري العالمي إذا جاز التعبير، ونيجي نبص على الاستثمارات، وإحنا كمصر دولة بنحاول نجتذب الاستثمارات وبنقوم بعملية إصلاح اقتصادي علشان نحسن المناخ الاستثماري بتاعنا ونحسن المناخ التشريعي والجاذبية الاستثمارية للاقتصاد المصري، حضرتك شايف إن التبادل التجاري والاستثماري ما بين الدول العربية والدول الإسلامية بينهم وبين بعضهم محتاج تفعيل أو تركيز أكتر من قبل الزعماء لتعظمه؟ الاتحاد الأوروبي، الدول العربية صارت الشريك التجاري رقم 2. سامعني؟ أنا سامع حضرتك، تفضل. الدول العربية شريكي الاستثماري والتجاري رقم 2، لكن يتفوق على رقم 1 ان عندي اكبر جاليه مصريه في الخارج تعيش في الخليج. نحو 5 مليون مصري يعيشون في الخليج. اذا كل هذه مصالح متشابكه يمكن مضاعفتها ببعض الجهود التي منها مثل هذه الزياره واللقاءات لكي نثبت هذه الامور لصالح مصر والشعب المصري. طيب حضرتك امين عام اتحاد المستثمرين العرب، شايف ايه اللي المفروض يتعمل، الخطوات اللي المفروض تتخذ في الفتره الحاليه لتعظيم الاستثمارات بين العرب وخاصه استثمارات العرب في مصر؟ يا سيدي انا قلت هذا الكلام حالا من اسبوع امام البرلمان العربي عندما انعقد في القاهره حول التكامل الاقتصادي العربي، وقلت ان الوضع العربي افضل بكثير مما يصوره الاعلام، لكنه اقل بكثير من طموحاتنا. وبالتالي كنا نتعشى في سوق عربيه مشتركه، لقد قطعنا اكثر من نصف المشوار بمنطقه تجاره حره عربيه، ثم تحرير حركه راس المال باتفاقيه لتبادل الاستثمارات وحمايتها وتشجيعها، ثم لدينا تجاره الخدمات ايضا يعني حرر منها جزء كبير، البنوك تجد بنوك العالم العربي كلها موجوده في القاهره، تجد شركات الطيران تبادل المزايا السياحه. يبقى فقط عنصر مهم لم نعطيه اهتمام كبير وهو حركه الانسان. حركه الايه يا فندم؟ الانسان. واضح ان حضرتك في حته فيها هواء شديد للغايه، معلش اذا اقول حركه الانسان والتاشيرات
والجاليات التي تعيش في غير بلدانها العربية. أيوة. كل دي لو كانت محل رعاية ستجد التجارة والعلاقات الاقتصادية تتضاعف بمجهود قليل. سفير جمال بيومي معانا الأستاذ محسن عادل وهو يعني زميلي في البرنامج هنا وعايز يسأل حضرتك سؤال. تفضل. معالي السفير مساء الخير. مساء الخير. أنا بس كان ليا نقطة يعني أستوضحها من أستاذي حضرتك وحضرتك يعني خبيرنا في هذا الموضوع. تفتكر حضرتك الاتجاه الأمريكي دلوقتي اللي كان موجود يمكن كان محور حديثي النهاردة مع الأستاذ أيمن، تفتكر حضرتك هذا الاتجاه الأمريكي هو محاولة لدفع الدول العربية والإسلامية إلى العودة لاتجاه غربا بعد التقارب أو الاتجاه شرقا اللي كان واضح خلال الأسابيع اللي فاتت خاصة في مؤتمر طريق الحقيقي الصيني، ولا دي محاولة لإحياء شراكات وتحالفات كانت توقفت لأسباب أو أخرى خلال الفترة اللي فاتت؟ لا، ما هو أنا أعتقد أن هذا كلام أصبح موضة قديمة. يعني إذا كنا نتكلم عن طريق الحرير وكانت كنت أتكلم الآن في التلفزيون المصري أن أمريكا لامتنا عندما أنشأنا نحن علاقة بالاعتراف بالصين سنة 56. الآن أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة هو الصين، وأكبر شريك للصين هي الولايات المتحدة، فلن يلومونها أبدا. والرئيس عبد الفتاح السيسي وهو في طريقه إلى موسكو مرة وإلى بكين مرة قال أن اتجاهي إلى العاصمتين شرقا لا يعني أنني أعطي ظهري للغرب، سواء كان هذا الغرب أوروبا أو الولايات المتحدة. لكن هو نحن في عالم تقسيم المصالح، أن نتفاوض بكل حرية وبصراحة تامة. وأنا أجد دوائر الالتقاء مع الولايات المتحدة أكثر بكثير من دوائر الافتراق. حتى في المسألة الفلسطينية والإسرائيلية أنا أعتقد بكفاءة من التفاوضية ممكن نصل إلى حل إن شاء الله. وحضرتك شايف ان يعني انا اسف ان انا هتطرق بره، بس هي برضو هتاثر علينا من الناحيه الاقتصاديه، شايف ان اللقاء زي اللي بيتم الان ده ممكن يوصلنا لحل للقضيه الفلسطينيه اللي كان عليها يعني تركيز كبير في الاجتماعات؟ القضيه الفلسطينيه تكسب ارضا كل يوم عما اليوم السابق، وصار هناك لوبي يهودي مضاد لاسرائيل داخل الولايات المتحده. يجد ان السياسة الإسرائيلية المتعنتة هي ضد المصالح اليهودية في العالم، وبالتالي علينا أن نسير على هذا الضرب وألا ننساق أبدا إلى العنف أو المجابهة. كلما تحدثنا وتحاورنا كلما كسبنا أرضا يوما بعد يوم. السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق والأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. خليني أبص برضو لموضوع هو ليه تأثير برضو اقتصادي، موضوع الإرهاب. يعني النهاردة حتى في كلمة السيد الرئيس لما اتكلم قال يعني من أولويات مصر هي تجفيف منابع تمويل الإرهاب. دي النقطة اللي كنا بنتكلم فيها قبل الفاصل، مسألة التنسيق المالي. المسألة النهاردة ما أصبحتش فقط مسألة لتبادل معلومات بخصوص سين أو صاد أو عين، ولكن المسألة النهاردة مرتبطة بشكل أساسي بفكرة أن يكون في نوع من أنواع التحول في الآليات اللي بتستخدم. النهاردة وإحنا بنتكلم على تمويل منابع الإرهاب، إحنا بنتكلم على أشكال مختلفة، بنتكلم على فساد مالي، بنتكلم على تهرب ضريبي، بنتكلم على ملاذات لإخفاء الأموال، بنتكلم على حسابات قد لا تكون مكشوفة بشكل كامل. فمسألة تنسيق تبادل المعلومات المالية خلال الفترة الحالية هي مسألة ما أصبحتش خيار. أيوة، ما الرئيس قال النهاردة في كلمته، قال لك في دول بترفض إنها تتعاون معانا حتى بمعلومات، وهو ده بقى الفكرة. هي النهاردة مسألة التعاون في التبادل المالي. النهاردة الجميع أصبح في دائرة الإرهاب. أوروبا التي كانت دائما ما يعني توصف بأنها الجنات البعيدة عن الإرهاب، النهاردة الإرهاب بيخترق قلب أوروبا بشكل واضح. النهاردة الإرهاب بيصول ويجول في مناطق في منطقة الشرق الأوسط رغم كل المحاولات لإنهاء هذه الحروب. الأمور الآن أصبحت مش بعيدة عن أي حد. المسائل النهاردة تحتاج إلى وضع آلية إطارية واضح تتبعالب بين كل دول العالم للإشراف على مسألة التنسيق المالي. زي ما قلت حضرتك إحنا قد يحدث لدينا وعلى مستوى العالم خلال الفترة اللي جاية خلال عام أو عامين بنسبة
تتجاوز 50% وفقا لتقديرات دكتور محمد العيان الخبير المالي الدولي المعروف، ان قد يحدث ازمه ماليه جديده، وهذا امر معناه انك انت النهارده لا ترغب في حدوث فوضى ماليه، بل بالعكس النهارده انت محتاج انك انت تجثف مشكلات كثيره، انك تضع امور كثيره تحت رقابه، ان هناك بعضا من التطورات اللي بتحدث في ادوات ماليه يجب ان تكون في اطار مختلف تماما على الاطار الحالي. النهارده من ضمن الوثائق اللي الناس كتير ما اطلعتش عليها، واللي اتصور انها كانت من الذكاء النهارده انها يتم التلميح اليها في عدد من يعني التصريحات اللي اتعب سنه رؤساء في القمه، مساله الانتخابات الانجليزيه خلال ايام قليل، وكان هناك وثيقه تم تسريبها من حزب المحافظين حول التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي وحول الاجراءات التي سوف يتم اتخاذها تجاههم خلال الفتره القادمه، واعتبار ان هناك بعض العمليات الماليه التي بتتم الان بنشاط غير مشروع من خلال بعض من هذه الوسائط، وهذا امر معناه ان يجب ان يكون هناك تركيز عليه. مسائل النهضه استخدام العملات الرقميه اللي توسعت بشكل اصبح الان من الضروري استفعالي. يعني ايه ان يبقى عندي عمله غير تبع لدولة أو كيان ما؟ ويعني إيه يبقى عندي عملة تقييمها أكتر من $1,000؟ 1800 وشوية دولار، 1800 اللي هو الوان بيتكوين ده ب 1800 وشوية، مظبوط. ويعني إيه يبقى عندي العملة دي وأنا ما عنديش أي نوع من أنواع مش هقول سيطرة ولكن هقول تنظيم ليها؟ يعني النهاردة أنت بتطلع ب عملة يتم تداولها لازم تبقى منظمة بشكل ما، أنا مش فاهمها لغاية دلوقتي. الفكرة كانت في البداية إن مع تطور التجارة الإلكترونية اللي بتتم عن طريق الإنترنت إحنا محتاجين وسائط تتناغم معها، فتم عمل عملات يتم التداول بيها من خلال الإنترنت ويكون هناك نوع من أنواع القيم بالنسبة ليها أمام العملات الأصلية. هذه العملات ليست صادرة من دولة، لا بنك مركزي بيعب عليها، لا يوجد لها غطاء نقدي، ولكنها وسيله للتبادل. ايوه، ما انت عندك يا غطاء نقدي مفيش، يا غطاء ذهب مفيش، يا غطاء سلق، يا غطاء يعني ما لازم يبقى في اي غطاء، ولا صادر عن دوله، ولا هي عمله مطبوعه، ولا هي ليها غطاء نقدي، ولا هي تحت رقابه بنك مركزي. الاربع شروط الاساسيه، مش الفلوس ده، الفلوس النقد ده مخزون للقيمه مفروض؟ يعني النهارده الجنيه ده المفروض ان هو مخزون لقيمه ما. زمان كان الجنيه الورق ده بيساوي جنيه ذهب، زمان واخد بقى كان بيساوي يعني والله 97 قرش بس بالظبط. يعني اللي اقصده مخزون للقيمه بتتبادله، انما اللي احنا بنتكلم عليه وسيله للتبادل فقط، هم ده اللي اتعمل. والكاسه بقى ما بقتش في كده، كاسه ان بدات الموضوع يدخل في اطار مضاربات رقميه، ما خلاص بقى، ما انت ما عندكش الاساسيات الماليه، فانت بتتحرك وفقا لمعطيات قد تكون صحيحه وقد لا تكون غير صحيحه. الأسوأ من ذلك هو التقرير اللي بدات تصدر مؤسسات دوليه خلال الايام اللي فاتت، ان المجامعات الارهابيه ومنظمات الارهابيه بتستخدم العملات الرقميه دلوقتي في عمليات تمويل لانها غير متتبعه، ما تقدرش انك تتبعها بشكل بسيط، ودي كارثه ثانيه، وده امر يجب على هنا في مصر. ولا بشكل بسيط ولا بشكل معقد، انت ما تقدرش تتبعها خالص. يعني هي كان من المفترض انها وهي بتشتغل وفقا لتقنيه البلوك تشين والبيانات الماليه بتاعتها، مفترض انها تكون خاضعه لرقابه اي جهه، لكن حقيقه الامر ده ما بيحصلش. والنهارده بقى عندك منصات للتداول ليها في اكتر من 40 دوله، ودول كتير وبعضها دول عربيه بدات بتسمح بالتعامل بيه، لكن الامر ده قد يكون فقاعه تنفجر. وامبارح كان في تقرير نازل من فوربس منشور على عدد من الوسائل التكنولوجيا المعلومات وعبر المواقع الانترنت، كان بيتحدث فعليا عن ان قد تكون دي الفقاعه اللي جاي، وده امر في غايه الخطوره. واحنا شفنا فقاعات بسبب مثل هذا الفكر اذا جاز التعبير. ما انت عندك النهارده زي موضوع الريل استيت بابل اللي شفناها في الولايات المتحده الامريكيه، وفقاعه تكنولوجيا المعلومات قبليها، وفقاعه تكنولوجيا المعلومات قبليها، ها حاجة. بس ده انت النهاردة بتتكلم على حاجة برضو ليها تقدر تجيب اصلها وفصلها وتقدر، انما ده اصعب وعشان وأعقد. كده النهاردة من الحاجات اللي لازم تبص عليها وانت بتتكلم على وضع آلية للتنسيق المالي والتنظيم المالي الجديد على مستوى العالم، ما ينفعش النهارده ان يكون في تباينات بهذا الشكل، ما ينفعش ان في انظمه ماليه بعيده تماما عن هذا الشكل وانظمه ثانيه فاتحه له بشكل كبير. النهارده اي هزه ماليه في اي دوله في العالم هيتاثر بها الدول كلها،
اللي حصل في البرازيل يوم الجمعة الماضي وهي أزمة سياسية اتنقل لكل أسواق المال العالمية على مستوى العالم. الأزمة اللي حصلت في الولايات المتحدة الأمريكية يوم الأربعاء اللي فات وسببت في انهيار المؤشرات بتاعتها، سببت في تراجع حاد على مستوى العالم كله. الأمور النهاردة محتاجة تنسيق مالي أكثر قوة. تكثيف منابع الإرهاب لن يبدأ فقط بتبادل معلومات، ولكن سوف يبدأ أيضا بتنظيمات مالية تراعي بشكل واضح تماما المخاطر المالية اللي بدأت تنتج عن استخدام أدوات. النهاردة ما بتكلمش عن بيتكوين بس، النهاردة بقى فيها عشرات العملات من هذا القبيل، وكل شوية شركة تطلع وتعمل عليها إعلانات وبقت موجودة. وهقول لك حاجة هي لن تكون سرا، ولكن أتمنى إن حد يسمعها بقى المرة. مصر بقى فيها ناس كتير بتشتغل على هذا الموضوع، وجزء من أدوات تخريج الفلوس بقى بيتم بالشكل ده. الحكاية محتاجة من البنك المركزي انه يطور في ادواته. المواضيع النهاردة ما بقتش بس مسألة ان انا بفرض رقابة على التجار الصغيرين ولا على بس البنك المركزي بتاعنا ده بنك بيراقب على كل المعاملات اللي بتتم في مصر، ويجب انه يمنع ويجرم وفقا لتعديلات قانون 88 سنة 2003 اللي هو قانون البنوك والقطاع المصرفي في مصر، تبادل هذه العملة على الأقل في خلال الفترة الحالية. لأن ببساطة شديدة هذا الأمر أمر غير منظم، أمر النهاردة بيجذب ناس كتير جدا. شفت الشباب بعيني كتير وفي أماكن مختلفة وفي المناسبة في مناصب جيدة إلى حد كبير في القطاع المالي والقطاع الاستثماري، وبيتعاملوا في هذه العملة وبيروا تماما إنها عملة جيدة، وبيدخلوا في العملات الجديدة اللي بقت تدخل النهاردة. الأمور النهاردة محتاجة إن احنا نبص للمواضيع دي بمنظور أوسع. هذا الأمر كلما اتسع كلما كان مصدرا حقيقيا لتمويل الإرهاب، لتخطيط أموال فساد، لأشياء كثير. احنا بنقفل الحسابات التقليدية في البنوك وبنراقب مع بعض كم عدد المعلومات، وبنفتح من ناحية تانية باب واسع قوي الناس تقدر تشتغل منه. وبمناسبة ده لن يكون الأمر الأخير، قد يكون هناك أمور من هذا القبيل بالعشرات خلال الفترة اللي جاية. مصر محتاجة النهاردة أنها تفهم أن العالم بيدخل في ثورة صناعية رابعة فيها متغيرات مالية واقتصادية ونقدية أعلى بكتير من اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة. مسائل التقليدية اللي احنا بنتعامل بيها هتعرضنا المخاطر، وده أمر محتاج النهاردة أن احنا لنقود زي ما عملنا دايما طول حياتنا الدول النامية والدول العربية والدول الإسلامية، عشان نبدأ نحط لبنة واضحة لعمليات التبادل اللي بتتم في هذا الأمور. ما هو كلمة الرئيس النهاردة هي بداية لهذا الأمر، قال الكلام ده، قال لازم يبقى في رقابة وتنظيم وتعاون ومنع صح لكل ما يمول أو يسهل أو يقدم ملاذ آمن أو أو أو. فالنهاردة ده ما بيدخل في إطارها هي دي البداية. ما تقوله إحنا بقى محتاجين أجهزة الدولة تتحرك في الإطار ده. احنا النهارده لسه لغايه حتى رئيس القمه فندم مش عارف اثنى على الكلام وقال واحنا بنأيده بنأيد النقاط اللي الرئيس عبد الفتاح السيسي قالها. كل الناس اللي موجوده هناك مجروحه من الارهاب ومجروحه من مصادر تمويل واللي بدات تتحرك في اتجاهات مختلفه، ومجروحه النهارده من انك انت مش قادر تجففه. النهارده مساله ان يكون هناك مجموعه تكون جيش وتحتل دولتين مع بعض فجاه، جابت منين كل هذه المصادر التمويليه؟ جابت منين كل ده؟ وانت بتشوف في الصور كل عربياتهم جديده لانج طبعا، وده معناه ان مصادرهم شغاله ومواردهم بتشتغل. النهارده لو ما وقفناش عمليات التمويل هل ممكن يبقى في تنميه في ظل هذا التحدي وهذا البلاء العظيم؟ شوف انت ما تقدرش انك انت تواجه الارهاب غير بالتنميه. انت مش تقدر انك غير انك في الاخر انت كدول عربيه وكدول اسلاميه وكعالم اجمع أكيد. لازم تقف وقفه واحدة هي دي كده، ويبقى تحت مظلة الشرعية الدولية إذا جاز التعبير. ده صحيح. وأنا هاخد من كلام السفير جمال بيومي جملة أخيرة أقولها لحضرتك، كلامه كان صح. إحنا النهاردة في مرحلة نحتاج فيها إن إحنا نكون مشتركين مع كل القوى على مستوى العالم، وعلى مسافة واحدة منها. نحن الآن ليس في منطقة أحلاف، ولكننا الآن في منطقة مصالح مشتركة. كلما كانت المصالح المشتركة متقاربة، كلما كنا مع كافة القوى الاقتصادية العالمية في شكل متسق بإذن الله. وما عندناش رفاهية الوقت مع الأسف، أو رفاهية الهواية إذا جاز التعبير. صحيح. الأستاذ محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار دايما بتسعدنا. شرف ليا دايما الفن. شكرا جزيلا. نشكر حضراتكم، وبكرة يوم جديد وبرنامجكم سوق العمل.